اليوم التاسع من رمضان بمطعم ياسمين الشام، عم نحاول نقدم أقصى جهدنا من تحضير المأكولات اللي بتحبوها والعصائر الفريش والمشروبات والخواريف والوجبات داخل المطعم وخارج المطعم. عسى ولعل نكون قدمنا شيء لزبائننا الكرام ولأهلنا العرب والمسلمين والسوريين الموجودين في المهجر في النمسا. مطعم ياسمين الشام برمضان بيقدم كل الأكلات السورية المشهورة والمعروفة والحلويات والوجبات والأكلات الخاصة بشهر رمضان المبارك. وطبعا من بداية 20 رمضان مباشر تحضيرات حلويات العيد المعمول والكعك والغريبة والبرازة والبقلاوة، بس كله بالسمن البلدي، بالإضافة للوجبات اليومية واللحم بعجين والشاورما. نحن قادرنا متمرس ومتميز من القراصين للطباخين للإدارة، وإن شاء الله كلهم بيكونوا على حبة استعداد لتلبية طلبات الزبائن. أهلا وسهلا فيكم مطعم ياسمين الشام بالحي 19 فيينا، هيليجنشتات ستراسي نمرة 9، رقم الاستفسار والحجز 0660413-82-36. كل عام وانتم بخير وعلى سلامة. السلام عليكم، نحن حاليا مطعم ياسمين الشام، اجواء حلوة كتير. حبيت انا والعيلة نجرب نعيش جو رمضان، صرنا فترة محرومين منه بسوريا، حقيقة شيء حلو كتير، حلو تجربة حلوة وجو حلو كتير. شكرا كتير. شكرا. رمضان كريم ونهاد علينا وعليكم الصحة والعافية. اجيت على مطعم ياسمين الشام لأنه بيقدم بوفيه مفتوح وأكل كتير طيب، أكل شهي كتير، والخدمة الممتازة والأجواء الرمضانية اللي بتذكرنا بسوريا من اللي أيها هون بياسمين الشام. نشكر الكادر اللي بيشتغلوا هون كلاتهم، ومنقول لهم كل عام وانتم بخير، رمضان كريم علينا وعليكم. السلام عليكم ورحمة الله. رمضان كريم فعال مسلم برودة فرندة يزين هي ياسمين الشام هاي تايس. إن شاء الله سونتك بيرف ماخن إفطار إن شاء الله قريب، بس بس تيسن الجام سبين بس يجيب سيا في لايت ما شاء الله سيا جوتا أتموسفيا وانت ناتوليك يكون شا على برودة ونشريستا جوتا رمضان جوتا إفطار وانت الحمد لله، بس بس تلاقي بس كل صباح. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم علينا وعليكم، الله يوفقكم الحمد لله، والاكل طيب كثير كثير، انبسطنا بهالاكل الحمد لله رب العالمين. رمضان كريم علينا وعليكم، والسبب جيدي الشاب ساكن بفيينا رفيقي وعزمني على فيينا لحمله، وجينا على المطعم أكل ظريف، أنا ساكن برات فيينا، أول مرة بجي لهون المطعم،
بصراحة عجبني الأكل والأجواء رمضان هون كثير. هلا هون بدينا تحس إنك بسوريا على هالموسيقى وعلى هالعالم تاكل تفطر معهم. احنا اليوم فطورنا هون في مطعم ياسمين الشام بفيينا، وبصراحة يعني فطور طيب ولذيذ كثير، وما شاء الله يعني زي ما انت شايف العالم معبيات، عم صار انه نلاقي محل، وان شاء الله يا رب يديمها هيك ايام حلوة ورمضان كريم على الجميع، والاكل بصراحة كثير طيب ولذيذ، والاتموسفير كثير حلوة، والاستقبال حلو، والخدمة كثير رائعة، والشباب ما شاء الله عليهم مش عم بيقصروا، يعني مجرد تقول بدي اشي ناقص اشي على طول بيجيبوا لك اياه، وصدقا صدقا الاكل كثير طيب، يعني بننصح لما يعني جيبوا لها العرب بفيينا وبريط فيينا يجي يفطروا هون بمطعم ياسمين الشام. يعطيكم العافية ورمضان كريم عليكم جميعا يا رب. سلام، هشمت هستم، امروز هم روی هم کار پادکست در رستوران ترکشام آمدیم. غذایش بسیار عالی هست، گاسونهاش که نداشت همش بسیار عالی هست و همه چیز عالی هست. بسیار جد تشکر. سلام علیکم، این فرس اسمیر بکنم از بوسنیم. بزن بسیار هست مالیه، بزن بسیار بسیار شد، بسیار هست بسیار دی، بزن بسیار Eine sehr schöne Atmosphäre. Das ist nicht sehr gut, ja. Das ist ganz unterschiedlich zu unseren aus Bosnien, aber ja, wir genießen es sehr. Schöne Iftar, ja. Sehr schön. Warum nicht damit? Wir wollten das einmal ausprobieren. Wir haben uns das angeschaut im Internet. Und wollten das mal versuchen. Hat sehr interessant ausgeschaut. Deswegen sind wir da. Und das ist toll.